مجموعة أوراسيا هي شركة استشارية عالمية لتحليل الشؤون السياسية والاقتصادية، تصدر تقريرا سنويا يرصد أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه العالم مع بداية كل عام جديد. كثير من الشركات والمؤسسات ووسائل الإعلام تستخدم تقرير أوراسيا لفهم مجريات الأحداث الدولية ودراسة سبل التعاطي معها. في تقريرها الجديد ترصد أوراسيا أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه العالم في العام 2021، وأهمها رئاسة بايدن بسبب الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة الأمريكية. يتوقع التقرير أن يواجه الرئيس الجديد جو بايدن صعوبات في الحكم، وأبرزها معالجة عدم المساواة في دخل الأفراد ومحاولة كسب القاعدة الشعبية الكبيرة المؤيدة لسلفه دونالد ترامب. Yet hear me clearly. This agreement must not lead to disunion, and I pledge this to you. I will be a president for all Americans. يشير التقرير إلى محاولة بايدن استعادة الولايات المتحدة زمام القيادة للشؤون العالمية، لكن الاستقطاب السياسي والأزمات الداخلية ستشكل عائقا كبيرا. We can rejoin the Paris Climate Accord. We can rejoin the World Health Organization. But it is take a lot more work for the United States to actually build coalitions. جائحة كورونا. يشير التقرير إلى أن هناك هوة في إنتاج اللقاح وتوزيعه بين الدول الغنية والناشئة، وهو ما سيزيد من عدم الاستقرار السياسي. ويحذر التقرير من أن الدول التي ليس لديها القدرة على تصنيع اللقاحات ستتأخر في الحصول عليها، وأن عدم قدرتها على تحمل تكاليف شراء اللقاح سيجعلها تقف في آخر صف المنتظرين للقاح، وبالتالي لن تتلقى أعدادا كبيرة من جرعات اللقاح حتى تحصل الدول الغنية على نصيبها، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الأسواق الناشئة الذي يمكن أن يقود تعافي الأسواق المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن عدالة توزيع اللقاح تضمن تجنب الاقتصاد العالمي برمته أزمات جديدة. التغير المناخي. يؤكد التقرير أن العام الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض، وأن التزام الدول بمكافحة ظاهرة التغير المناخي ستكون مهمة في العام الجديد كما لم يحدث من قبل. ويخلص التقرير إلى أن عام 2021 لن يشهد فقط تعاونا في مكافحة التغير المناخي، بل سيكون هناك تنافس في هذا الإطار عبر مجموعات من تقنيات الطاقة النظيفة ستتسابق الدول لتبنيها. الصراع الأمريكي الصيني. يتوقع التقرير أن تختلف إدارة بايدن في التعامل مع الصين، وسيقوم بحشد الحلفاء ضد سياسات اقتصادية وأمنية صينية محددة، وسيسعى في هذا الإطار للتواصل مع الاتحاد الأوروبي والهند واليابان. ستتنافس واشنطن وبكين أيضا في ساحة كسب النفوذ عبر ما يسمى بدبلوماسية اللقاح من خلال توفير اللقاحات للدول الأخرى. ويلفت التقرير إلى أن الصين تستعد للتفوق على الولايات المتحدة، خصوصا بعد احتواء الوباء إلى حد كبير داخل حدودها وقدرتها على تصدير اللقاحات إلى دول أكثر لسهولة حفظ اللقاحات الصينية وأسعارها المنخفضة. وبشكل عام يتوقع التقرير أن يزداد التوتر بشكل كبير بين الولايات المتحدة والصين خلال العام الجاري. تركيا وحيدة. يشير التقرير إلى أن تركيا نجت بصعوبة من أزمات مالية في العام الماضي، لكن ما قامت به أنقرة في محاولة تجنب الانهيار لم تكن سوى إسعافات أولية لن تستمر في عام 2021، فهناك احتمالات متزايدة على حدوث أزمة اقتصادية في تركيا. يؤكد التقرير أيضا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكافح لاستعادة الناخبين المحبطين من حكمه، وسيقوم بذلك عبر زيادة حملات قمع المعارضة واللجوء لمزيد من المغامرات الخارجية لإذكاء المشاعر القومية وتشتيت انتباه مؤيدي أردوغان. غير أن التقرير يؤكد أنه لن يكون لأردوغان في العام الجديد أصدقاء لحمايته من عواقب سياساته، فترامب غادر البيت الأبيض وجاء بايدن بسياساته الأكثر تشددا تجاه أردوغان. He got blown out in Istanbul. He got blown out his party. And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now.
ويتوقع التقرير أن تفرض واشنطن مزيدا من العقوبات على أنقرة في وقت لاحق هذا العام، مما سيزيد التوتر بين البلدين. أما أوروبيا فستغادر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قريبا، وهي التي اتبعت نهجا متوازنا تجاه أردوغان، وبخروجها سيكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماخون أقوى زعيم في أوروبا، وهو معادل لأردوغان، وسيدفع باتجاه فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على تركيا هذا العام. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد أصبح أكثر إحباطا من أردوغان. لن يبقى أمام أردوغان المحاصر سوى قطر الداعم المالي له، لكن الدوحة بحسب التقرير ستجد مجالا لإبعاد نفسها عن أردوغان مع تخفيف الضغوط التي كانت تواجهها داخل مجلس التعاون الخليجي. ويخلص التقرير لأن مغامرة أردوغان سترتد بشكل مؤلم على الاقتصاد التركي.